اتفاقية الأهمية قالها السيد الرئيس إن تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث أبدا. يعني معنى كده إن الرئيس شايف إنه هما بيحاولوا يصدروا المشكلة لمصر، لكن في نفس الوقت هو بيقول إن إحنا رافضين ده، لكن إحنا بنتخلاش عن القضية دي، حاجة ودي حاجة، لأن هما بيحاولوا يعملوا الازدواجية في هذه النقطة. بص، التعامل بازدواجية من جانب الإسرائيلي أو من جانب الإعلام الغربي أو من جانب المنظمات في الغرب، هما بيتعاملوا بازدواجيات محددة ومعروفة، لكن الموقف المصري زي ما ذكرت لحضرتك موقف واضح ومحدد ومعلن. الأمن القومي المصري خط أحمر ما فيش فيه، وزي ما بيقولوا الرئيس لها، هو لها فكره ان هو يحمي الامن القومي، هو لها وقادر عليها. لكن عايز اقول لك على حاجه برضو، نقدر نقول مجموعه من المشاهد كده بشكل سريع فيما يتعلق بالقياده المصريه، فيما يتعلق بالازمه الاخيره. انت النهارده بتتكلمي في مؤتمر السلام في حد ذاته، فكره الحشد ودعوه الدول للمشاركه، انت بتتكلمي في 30 دوله كانت مشاركه في القمه بتاعه السلام، حجم الاتصالات اللي كان موجود عندك جد بيبان الثقل، وثلاث منظمات دوليه غير الامم المتحده، عندك جد بيبان القائد الجد، وعند الأزمة بيبان معادن الرجال بوضوح. النهاردة المؤتمر بتاع قمة السلام امبارح، فكرة ان انت النهاردة تقعد في قمة زي دي عرب وغرب، بغض النظر قد يكونوا مش متفقين في آرائهم حوالين التعامل مع الأمور، لكن انت خلينا نقول بشكل واضح ومحدد، حتى الناس امبارح وهي بتنتقد في حماس وبتقول حماس إرهابية وحماس وبتتكلموا، ما كانش في حد الا القليل يقدر يتكلم في قصه ان اللي بيحصل في غزه ده ليه تبريره، او صحيح ان الاعتداء على المدنيين. فللامانه برضو الجزء بتاع قمه السلام كان فيه نجاح كبير جدا 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 لفكره العلاقات المصريه مع العديد من الدبلوماسيه المصريه كانت قويه. طب بما انك جبت سيره الغرب واللي اتقال، برضو الكلمات اللي اتقالت من الجانب الاخر، خلينا نقول لك كشعوب عربيه كانت محبطه جدا. تعال نسمع كلمه الوفد الألماني قال إيه. إن حماس هي التي قامت بعمل إرهابي ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وقامت بأبشع الجرائم هناك، ومثل أي دولة أخرى في هذا العالم فإن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها ضد الإرهاب في إطار القانون الدولي، ولذلك فإن حكومة ألمانيا تقف بصمود مع إسرائيل. إن بالنسبة لألمانيا فإن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض. طيب، هو شايف إن حماس جماعة إرهابية، وإن إسرائيل وإن هي اللي قامت في حق المدنيين، وإن إسرائيل بتدافع عن نفسها. هل قصف المستشفيات دفاع عن النفس؟ هل قصف المدنيين دفاع عن النفس؟ هل تجويع الفلسطينيين دفاع عن النفس؟ بص هقول لك على حاجه، هي دايما برضو زي ما بيقول لك في حاجات بيبقى بمضحيات يعني مبكيات مضحكات. النهارده هي دي السياسه، هي المانيا النهارده اللي عملت المحرقه اليهوديه في 1945، وهي اللي طفشت اليهود من اوروبا وجابتهم هنا، وهي المانيا اللي كانت النهارده بالنسبه لها اللي يدوق اعدائها. النهارده المانيا اللي بتدافع عن حق اسرائيل، وده طبيعي لان في النهايه يعني المانيا يعني عملت الصح كتير مع اليهود في اوقات كتيره يعني. لكن في النهايه تبقى السياسه سياسه، وزي ما قلت لحضرتك كله بيدافع على ما يتعلق بيه. هم النهارده شايفين ان امن اسرائيل امن قومي وخط احمر، لكن برضو انا عجبني في الكلمه بتاعت وزيره الخارجيه الالمانيه ان هي برضو ما قدرتش النهارده تتكلم في فكره ان التجاوز اللي بيحصل في غزه وقتل الاطفال والمدنيين ده امر غير مبرر، لكن يعني اللي حصل من 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 معظم الناس اللي موجوده في الغرب، مصر كانت ليها قدره موجودة ومعروفة في فكرة ان انت ما خليتهمش زي ما بيقولوا يزوتوا بالبطل ازيد عن اللازم. يعني هم فكرة ان الغرب يدعم اسرائيل ده امر مفروغ منه، لكن النهاردة ان انت تجيب الناس دي وتقعدها في مؤتمر، والناس دي جوه المؤتمر تقول بشكل واضح ومحدد ان المدنيين حتى لو بيقولوا على استحياء، او بعض الكلمات بتقول على استحياء، ان اللي بيحصل من تجاوز مع اهلنا في غزة، وان المدنيين اللي بيتعرضوا، طب انت النهاردة بتتكلم عن حق ان حماس ارهابية، طب واللي بتعمله اسرائيل ده الارهاب بنفسه، اللي بتعمله اسرائيل جرائم حرب، اذا كانت حماس ارهاب فاسرائيل مصدر الارهاب. ما هم دلوقتي بيحاولوا يتنصلوا من بعض الحاجات اللي عملوها، مثلا يعني على سبيل المثال
يعني هم بيحاولوا يصدروا دلوقتي ان اللي حصل في مستشفى المعمداني ده خطا وصاروخ طلع بالغلط من عند الجهاد وان ما احنا مالناش دعوه و و والنهارده انا الصبح وانا جايه ابتديت اشوف ان الجانب الاسرائيلي ابتدى يعرض فيديوهات اللي هي يوم 7 اكتوبر ساعه الاقتحام ووقت الحفله ودخلوا على مدنيين وكلام من ده. هو طبعا بيحاول يعمل تعاطف مع العالم. طيب ما انت بقالك سنين مع المدنيين في فلسطين بتعمل سنين. احنا من ساعة ما اسرائيل بتشن حملاتها فيما يتعلق بقطاع غزة، يعني هم بياكلوا اطفال، بيحرقوا اطفال، يعني وقودهم في الحرب النهارده اطفال ونساء وقصص. يا احمد امبارح مقهى 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 مش مقهى يا فندم، النهارده بيوزعوا على المستشفيات. الهلال الاحمر الفلسطيني مطلع بيان امبارح ان 24 مستشفى في قطاع غزه جات لهم بيانات بتطلبهم بالاخلاء عشان هتبقى في غارات جويه على المستشفيات. طب ده انهي عرف انساني بيقول النهارده ان انت تقول ان انت تقصف وتضرب مستشفيات؟ النهارده لو فيها فعلا حاجات بتتكلم في ان في عناصر بتهدد امن او ما فيش اي منطق وما فيش اي دين وما فيش اي انسانيه بتقول النهارده ان انت تضرب في مستشفيات فيها اطفال موجوده من الداخل. صحيح. طب احنا معانا كلمه